أهلا ومرحبا بكم كل مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من القاهرة. أعلن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك خلال جولته الخليجية الأسبوع الماضي الذي كان بمثابة أسبوع الكوارث الاقتصادية في تركيا، حيث تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي مجددا، وارتفعت الديون التركية الخارجية التي كانت خلال عام بنسبة 11% لتسجل 207 مليار دولار. ورغم محاولات أردوغان الحصول على أموال من الخليج وعقد صفقات اقتصادية وعسكرية، إلا أن تصريحه حول لقاء الأسد كان الأبرز، خاصة أنه يمثل هزيمة أخرى له في سوريا التي تسبب في تدميرها وقتل الآلاف من أبناء الشعب السوري وشرد الملايين على يد الفصائل الإرهابية التي دعمها، كما أنه ما زال يحتل أجزاء منها ويسرق خيراتها ومنع الماء عن الشعب السوري أيضا، حتى أن الأمم المتحدة حذرت من العطش الذي يضرب الحسكة بسبب سرقة تركيا للمياه. وتساءلت الآن، ما هو سبب وراء تراجع أردوغان في سوريا وموافقته على لقاء الأسد؟ وما هو موقف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من هذا التقارب وتأثيره على المصالحة في سوريا؟ وهل ينسحب أردوغان من سوريا وينهي احتلال أراضيها؟ أم أن الحكومة السورية ستقبل بهذا الاحتلال؟ وللإجابة على هذه التساؤلات يشرفنا أن يكون معنا في حلقة اليوم في هذا الاستوديو الأستاذ كرم سعيد، الباحث بمركز الدراسات بالأهرام. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. وأيضا الأستاذ أحمد شيخو، الكاتب الصحفي السوري، أهلا بحضرتك. لو بدأنا الأسئلة بطبعا، يعني سيكون السؤال الأول مع حضرتك أستاذ شيخو، كيف ترى تصريحات أردوغان الأخيرة بعزمه على لقاء بشار الأسد؟ هذه التصريحات من وجهة نظر حضرتك كيف تراها وكيف تفند ما بها من أمور؟ طبعا في البداية تحيي حضرتك والقائمين على البرنامج، ونفس الوقت يعني سعيد بوجودي مع أستاذ كرم. طبعا ما صرح به الرئيس التركي قبل زيارته إلى الخليج العربي يعكس طبعا السياسة المتبعة من قبل تركيا في استخدام الاحتلال التركي والأزمة السورية بشكل عام كورقة ضغط وورقة تفاوض مع الدول العربية ومع العديد من الدول الإقليمية والعالمية. ما أكد هو أردوغان أنه مستعد للقاء الأسد وأنه يعني لا يخرج من سوريا. طبعا هذا الكلام يعكس حقيقة أزمة حادة في مواقف السلطة التركية، وأيضا يعني يعتبر تجاوز للسيادة السورية كونه أكد أنه لا يخرج من سوريا، أو يعني أن الأطراف السورية أو الحكومة السورية تطالبه بالخروج من سوريا لكنه لا يخرج في هذا التوقيت. طبعا هذه كانت رسائل سواء إلى داخل التركي وخاصة القوميين الذين تحالفوا معه وكانوا يعني له مواقف سلبية جدا تجاه اللاجئين السوريين وتجاه يعني الوجود السوري بشكل عام، إضافة إلى أن أردوغان أراد أيضا أن يوجه رسائل إلى حلف الناتو وإلى القوى الغربية التي ترفض عودة يعني سلطة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية. فيعني الرئيس التركي أراد أن يقول أنه باقي ضمن الأراضي السورية كقوة احتلال. ويعني أود الإشارة أيضا لأنه يعني مع أنه قال أنه ليس لديه مانع للقاء الرئيس السوري، لكن على الأرض الواقع هو يرسل عشرات بل مئات من الجنود والآلاف ومن يعني من الذخيرة ومن الأسلحة من المرتزقة. يعني اليوم صباحا كان هناك إدخال كميات من الأسلحة والعربات والدبابات التركية إلى إدلب. ما أقصده يعني على أرض الواقع لا يعكس ما يقوله أردوغان أو ما قاله أردوغان، إضافة إلى أن يعني اللقاء الذي تحدث أردوغان عنه بينه وبين الرئيس السوري أمام هذا اللقاء كثير من التحديات، أولها أن الطرف السوري يطالبه بوضع جدول زمني لخروج تركيا ولإنهاء هذا الاحتلال، إضافة على وقف تركيا لدعمها للإرهاب وتدخلها في شأن السوري. أيضا من الجانب التركي كون السلطة التركية تريد جر الحكومة السورية إلى سياستها وإلى شرعنة احتلالها، وأيضا إلى أن تقوم السلطة السورية بالتماهي معها في حربها ضد مكونات شمال وشرق سوريا. فإذا هناك تحديات جمة أمام هذا اللقاء أو ما صرح به أردوغان، وبقناعتي يعني مهما كانت التدخلات في سوريا كبيرة ومتعددة
لكن أخطر هذه التدخلات هو التدخل التركي، كونه يعني يستهدف تغيير البنية الديموغرافية لمناطق سوريا ويهدف إلى تقسيم سوريا وضم هذه المناطق إلى تركيا، وهذا ما تشكل يعني عقبة كبيرة أمام أي تواصل أو توافق بين الحكومة السورية أو أي طرف مع الحكومة التركية. إضافة إلى أن يعني ما ذكرته أن دعم خلايا داعش والإرهاب ما زال مستمر، كل هذه التحديات يعكس أن الرئيس التركي غير جاد فيما طرحه، بل يحاول أن يناور ويستعمل هذا الكلام والرسائل للتفاوض وللضغط وللمناورة والمزيد من التكتيكات السياسية. بالتأكيد يعني. أستاذ شيخ، هناك شروط قد طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقابلة الرئيس بشار الأسد، هل هذه يعني توضع ضمن هذه العقبات أو هذه يعني أنه يقدم ساق ويؤخر الأخرى في هذا الأمر، وما هي الشروط يعني حتى نعلنها أيضا؟ طبعا يعني في السنة الأخيرة كان هناك محاولة روسية لتقريب وجهات النظر أو لتطبيع العلاقات بين الحكومة السورية والحكومة التركية، لكن يعني كان هناك صعوبات جمة، أولها طبعا وجود أو الاحتلال التركي لشمال سوريا، حيث أن هناك حوالي 10% من مساحة سوريا محتلة، وإضافة إلى هذا الاحتلال هناك يعني منع للغة العربية، اللغة الكردية، للعملة السورية، هناك يعني تغير الديموغرافي وبناء للمؤسسات التركية في هذه المناطق، إضافة إلى أنه تم ربط مدينة عفرين بلواء اسكندرون، وربط مدينة رأس العين وطل أبيض بوالي أورفا، وربط هذه المناطق مع إداريا مع تركيا، يعني تبين أنه أي السلطة التركية تهدف لتقسيم هذه المناطق، ولا شك هذه تشكل تحدي كبير. فتركيا يعني في السنة الأخيرة رغم محاولاتها للاستفادة من علاقتها مع روسيا أو وضع روسيا أو الحرب الأوكرانية، لكن لم تنجح حتى الآن في يعني إنجاز اختراق مع السلطة السورية، لأن هناك شرط للجانب السوري وهو نهاء الاحتلال. لكن تركيا يعني نعلم أنها تتواجد في قبرص منذ عام 1974، ويعني أعتقد أن تركيا لا تخرج من سوريا مهما ادعت ومهما وضعت من جداول زمنية، كون يعني الالتزامات أو الاتفاقات التي قامت بها تركيا مع الجانب الروسي وخصوصا حول تسليم الطريق N4 منذ عام 2018 إلى الآن لم تلتزم به تركيا، وكل التعهدات التي تعهد بها تركيا مع الجانب الروسي مع الجانب الأمريكي في الملف السوري لم تلتزم بها تركيا إلى حد كبير، وهذه تشكل عوائق كبيرة، إضافة إلى أن تركيا حقا تريد جر الحكومة السورية إلى مواقف ضد يعني مكونات الشعب السوري، وهذه سوف يعني ترجع الأزمة السورية إلى المربع الأول، ولا أظن أن يعني الأطراف السورية أو الحكومة السورية هي يعني غائبة عن هذا السياسات التركية. فمن هنا نقدر أن احنا نستشرف رؤية الرئيس بشار الأسد، هل سيوافق على هذه الشروط أو هذه المقابلة من الأساس من خلال ما سردته أستاذ شيخه؟ يعني ما هو موجود هناك صعوبة في هذا اللقاء وشبه استحالة، كون الطرف السوري يطالب بوضع جدول زمني، يطالب الانسحاب، يطالب وقف تركيا لدعم الإرهاب، وهذه يعني تشكل تحديات. صحيح أن هناك قوى أقليمية ربما تضغط على الحكومة السورية وما زال تضغط، كون منها طبعا روسيا، كون لروسيا مصالح في أن تبقى تركيا لجانبها في الأزمة الأوكرانية وفي العديد من الأزمات، لكن يعني الواقع السوري يؤكد أنه بعد عودة سوريا أو عودة يعني السلطة السورية المقعدة في الجامعة العربية هناك فاعل جديد في الأزمة السورية، حيث أن هذا الفاعل أيضا لا يوافق على استمرار الاحتلال التركي وعلى يعني التجاوز التركي للسيادة السورية، واعتقد يعني الدول العربية هي أيضا في وارد التفكير فعلا ب يعني تقليل أو تحجيم الضغوطات أو التدخلات الإقليمية في شأن سوريا. سأأخذ من حضرتك كل هذه الكلمات وأطرحها مرة أخرى على الدكتور كرم. برأيك يا دكتور كرم، بعد ما شهدنا جميعا هذا الاحتلال التركي للأراضي يعني بعض الأراضي التركية، كيف سترى الموقف السوري المتمثل في الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة أردوغان في الفترة المقبلة؟ يعني طبعا في البداية أنا يعني أشكر الأستاذ أحمد على ما طرحه، سعيد بوجودي معاه. الحقيقة أني طرح الرئيس التركي لمقابلة الرئيس الأسد لم يكن جديدا ولم يكن هو الأول منه، منذ أكثر من عام ونصف العام والرئيس التركي يبدي استعداده لمقابلة الرئيس السوري وتسريع وتيرة التطبيع مع دمشق.
صار أن هناك مجموعة من الدوافع والاعتبارات التي تدفع تركيا إلى اتخاذ هذه الخطوة. أول هذه الدوافع في تقديري مرتبط بأزمة اللاجئين السوريين، هذه الأزمة التي باتت تشكل صداع لدى النظام التركي، خاصة مع التدهور الحادث في مؤشرات الاقتصاد وانخفاض سعر صرف الليرة، بالإضافة إلى ما سببته هذه الأزمة من إشكاليات اجتماعية في الداخل التركي. هناك حوادث قتل، حوادث عنف ما بين الأتراك واللاجئين السوريين. هذه الأزمة سحبت من الرصيد التقليدي للرئيس التركي، وده ظهر بصورة لافتة في الانتخابات التركية التي أجريت في مايو الماضي، بل بالعكس كانت هذه ورقة اللاجئين كانت ورقة رابحة في يد المعارضة التركية في الانتخابات. الرئيس التركي مقبل على انتخابات مهمة في العام المقبل وهي الانتخابات المحلية، ولا يريد تكرار سيناريو 2019 عندما خسر البلديات الكبيرة. وأتصور أني مسألة اللاجئين لا تزال ورقة رابحة في يد المعارضين الأتراك، وبالتالي الرئيس التركي يهدف من وراء تطبيع علاقاته مع دمشق إلى ترحيل اللاجئين السوريين أو حل هذه الأزمة من خلال الحصول على ضمانات من النظام السوري بعدم تعقب العائدين من تركيا أو ما شابه ذلك من أي إجراءات تمس هؤلاء اللاجئين. الأمر الثاني إن هو في تقديري إن هو مرتبط بسعي تركيا إلى تعزيز انفتاحه أو تعزيز انعطافته على الدول العربية، خاصة التي تملك الثروة وتحديدا دول الخليج. دول الخليج هي من ترعى عودة الرئيس السوري إلى الحضانة العربية، والإمارات والسعودية وبعض الدول المدخلة لعبت دور مهم في عودة النظام السوري إلى الحضانة العربية، وهذه الدول هي الآن الورقة الرابحة أو الحصان الرابح لأردوغان لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا، خاصة بعد يعني انسحاب جانب واسع من الاستثمارات الغربية من الأسواق التركية بفعل السياسة غير التقليدية التي مارسها الرئيس التركي على مدار السنوات الماضية والمتعلقة بتخفيض سعر الفائدة. هذه السياسات دفعت جانب واسع من المستثمرين الأجانب إلى الانسحاب من تركيا، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في تركيا. مسألة هي الأخرى بدورها دافع لتراجع الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي في هذا السياق تبقى الاستثمارات الخليجية هي الضمان الوحيد الآن أو الورقة الرئيسية أمام أردوغان لقالة الاقتصاد التركي من عصراته. وفي هذا السياق من المهم الانفتاح عن على النظام السوري باعتبار أن هذه الدول هي من تقود عودة النظام السوري إلى الحضانة العربية. برأيك دكتور كرم، يعني كيف سيكون الموقف الروسي والموقف الأمريكي، خاصة بأنهما القوتان العاملتان في هذه المنطقة بشكل واضح جدا؟ شوفي، الحقيقة أن الموقف الأمريكي كان واضح من البداية، هو رفض مسألة التطبيع ما بين تركيا وما بين النظام السوري. الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ترى النظام السوري يعني نظام استبدادي، ولابد من إجراء انتخابات وتغييره. الموقف الروسي، كان هناك جهود روسية إيرانية لتسريع وتيرة هذا التطبيع. أتصور أن اليوم المشهد مختلف في العلاقات الروسية التركية، هناك توتر لا تخطئ عين ما بين أنقرة وموسكو، خاصة بعد تسليم أنقرة العسكريين الخمسة من كتيبة إزوف. هؤلاء العسكريين اللي كان مقرر بقائهم في تركيا بموجب اتفاق لتبادل الأسرى ما بين موسكو وكييف برعاية تركية، عشية زيارة الرئيس الأوكراني لتركيا قبل نحو 10 أيام، قام الرئيس التركي بتسليمهم للرئيس لنظيره الأوكراني، وهذا الأمر أثار غضب موسكو بصورة كبيرة. أيضا موافقت تركيا على عضوية السويد في الناتو، بل استعداد تركيا وإعلان الرئيس التركي عن دعمه لعضوية أوكرانيا في الناتو. كل هذه مسألة قضايا خلافية رئيسية ما بين أنقرة وموسكو. أتصور أن روسيا ستعيد حساباتها في الفترة المقبلة فيما يتعلق برؤيتها للدور التركي في سوريا. يعني روسيا عرضت أي عمليات عسكرية تقوم بها تركيا في الشمال السوري، لكن في نفس الوقت سمحت لتركيا بتعزيز نقاطها العسكرية في شمال سوريا، تغض الطرف عن الانتهاكات التي تقوم بها تركيا في مناطق شمال وشرق سوريا. صار اني في ضوء التطور الحادث في العلاقات التركية الغربية، روسيا ستعيد
قراءتها وحساباتها مع تركيا في المشهد السوري. لكن خليني برضو أقول إن في جزء من محاولة تركيا تطبيع علاقتها مع النظام السوري في هذا التوقيت هو الاستفادة من التغيرات والتحولات الجيوسياسية في الإقليم، شغال روسيا بمسألة الحرب الأوكرانية، انقلاب فاغنر وتداعياته على الحضور الروسي في سوريا. معروف أن روسيا بتعتمد بصورة كبيرة على عناصر فاغنر في مناطق الصراعات الموجودة فيها سواء في سوريا أو ليبيا أو حتى أفريقيا. هذا الانقلاب الذي حدث أثر بصورة كبيرة على يعني حضور روسيا سياسيا وعسكريا. الانعطافة في ما بين تركيا وما بين دول الخليج، التوتر الأخير ما بين إيران وما بين بعض دول الخليج، يعني صحيح كان هناك حديث وهناك أمال لإصلاح العلاقات الإيرانية الخليجية في الفترة الماضية، يعني بعد هناك انسجام من الروابط ما بين إيران والسعودية بعد وساطة صينية، لكن ما حدث عشية الحديث عن الحقل النفطي، حقل الذرة في الكويت، وإعلان إيران أن هذا الحقل جزء من الأراضي الإيرانية وتكليف الحرس الثوري الإيراني بحماية هذا الحقل. هذا الأمر كان مؤشر على أن الخلافات الإيرانية الخليجية هي خلافات عميقة، وبالتالي هذا الخلاف ربما سمح لتركيا أو هيئ لتركيا دور جديد لمحاولة استغلال كل هذه التحولات الجيوستراتيجية في المنطقة لتعزيز نفوذها. وفي هذا السياق يمكن فهم سعي تركيا إلى التقارب مع النظام السوري. لكن يعني أتفق تماما مع الأستاذ أحمد أن هناك جملة من التحديات، أعتقد أن هناك تحديات أخرى دكتور كرم، وهو اتفاق الحبوب الأخير ما بين تركيا وأوكرانيا بعيدا عن الرأي أو إشراف روسيا. أعتقد أن هذا سيوغل الصدر الروسي في هذه الفترة، كيف ترى هذا الأمر؟ يعني الرؤية حقيقية أم لا؟ شوفي في الحقيقة أن التحالف الروسي التركي ليس تحالف استراتيجي بمفهومه الواسع، بالعكس هناك جملة من الخلافات التاريخية الممتدة من دولة القيصرة والدولة العثمانية، وهناك خلافات بالجملة والملفات الشائكة كبيرة ما بين روسيا وما بين تركيا. ما يحدث منذ 2016 ما بين روسيا وتركيا هو تحالف ضرورة وليس تحالف استراتيجي. تركيا تحتاج إلى روسيا في ظل يعني خلافاتها العميقة مع القوى الغربية، سواء مسألة حصولها على S-400 ورفض الجانب الغربي ليها، مسألة فتح الله جولن، التدخل التركي في شمال سوريا ورفض القوى الغربية لهذا التدخل، الدور التركي في الناتو هو والتحركات التركية إزاء مصالح الناتو. هناك يعني خلاف ما بين دول الناتو وتركيا، وبالتالي كان من المهم لتركيا البحث عن ورقة وازنة لتحييد القضايا الخلافية أو تحييد الضغوط الغربية على تركيا. وبالتالي في هذا السياق يعني يمكن فهم وقراءة الانعطافة التركية حيال روسيا. العكس تماما، روسيا انعطافتها تجاه تركيا بحكم حاجتها إلى التنسيق مع القوى الإقليمية الفاعلة في سوريا ومنها تركيا وإيران. حاجة روسيا إلى تركيا زادت بعد الحرب الروسية الأوكرانية. تركيا في الحقيقة تبنت موقف يعني كان مقبول لدى روسيا بصورة بعد الحرب الروسية الأوكرانية تركيا تبنت موقف يعني هو موقف مرضي لروسيا، رفضت الانخراط في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. صحيح أدانت الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكنها في نفس الوقت لم تصطف إلى العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وأكدت أنها ستستمر في تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع موسكو. روسيا بنت مفاعل نووي سلمي في تركيا، هناك علاقات عسكرية ممتدة. روسيا تركيا لعبت دور مهم في مسألة وساطة الحبوب الأوكرانية، رفضت إغلاق بعض الموانئ في البحر الأسود. يعني هذا تاريخ طويل وهذه إجراءات كانت مطولة. طبعا إحنا هنرجع تاني مرة أخرى لموضوعنا أستاذ شيخو الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية بدران كورد، أكد على أن تغيير نظام الأسد ليس هو الأمر الملح بالضرورة أو ليس هو الهدف يعني حاليا، حتى تداول السلطة يعني هما يعني هذا الأمر غير يعني مجدي، ولكن الأهم هو المواطنة وتغيير الدستور والديمقراطية في سوريا. كيف السبيل للوصول لذلك أستاذ شيخ؟ طبعا يعني الإدارة الذاتية أو منظومة الإدارة الذاتية وقوى سوريا الديمقراطية
يعني تنظر إلى الأزمة السورية بأن الحل يجب أن يكون وفق آليات التحول الديمقراطي في سوريا، ويعني الذهاب إلى طاولة حوار مفتوحة بين الأطراف السورية كافة، ولا يعني لا يتضمن هذا الحوار أو هذه الرؤية بالقيام بتغيير نظام أو قيام تغيير شخص الرئيس أو ما شابه، لأننا نعتقد يعني أن يعني تغيير الأشخاص ربما لا يفيد بشيء. بعد يعني 12 سنة من الأزمة السورية ويعني التدخلات الإقليمية كثيرة وفشل إدارة الحكومة السورية في إدارة الأزمة، طبعا رؤية الإدارة الذاتية تنطلق أنه يجب أن يكون هناك تغيير بنيوي في بنية الحكم في سوريا، في الذهنية، في الرؤية، في البناء المؤسساتي، في بناء الإنسان، بناء المجتمع. يعني ما أقصده أن يكون هناك فعلا تغيرات تمس جوهر المجتمع. وأنا أعتقد يعني أي ثورة لا تكون بتغيير أشخاص أو سلطات، بل هي بإفساح مجال أمام أنسجة المجتمع الديمقراطية بأن تتفاعل، وخصوصا يعني الأنسجة الأخلاقية والسياسية، كون يعني الأنظمة القمعية أو الاستبدادية أو التي تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، يعني غالبية هذه الأنظمة هي منتوجات للقوى الغربية وتتبع للمنظومة الفكرية الغربية، وبعيدة عن يعني قيم وثقافة المنطقة يعني وما المعاناة التي يعني نعيشها في دولنا في الشرق الأوسط، هي نتيجة طبعا كما ذكرت غياب الديمقراطية في هذه الدول، إضافة إلى التدخلات الإقليمية والخارجية. يعني الآن يمكن نبحث عن حل الأزمة السورية أو ما يطرحه الرئيس المشترك لدائرة العلاقات في الإدارة الذاتية، هو يعني البحث عن آليات للتعاون، للتضامن، لحفاظ وحدة سوريا، حفاظ سيادة أراضي سوريا، كون هناك يعني أمور تهم السوريين بالمجمل، يعني الاحتلالات الموجودة، التدخلات الموجودة، كل هذه الأمور يتطلب من السوريين سواء كان معارضة أم موالاة أن يكون لهم مواقف مشتركة. ويعني الإدارة الذاتية طرحت العديد من المبادرات للحل الديمقراطي والسياسي للأزمة السورية، طبعا بالتوافق مع القرار الدولي الخاص بالحل السوري وهي 2245، والتي أكد عليها طبعا العديد من القرارات العربية والدولية والإقليمية. كون يعني الطريق صحيح لحل الأزمة السورية طبعا هو حل السياسي والديمقراطي وليس الحل العسكري، لكن هناك عوامل عديدة تلعب دورها في منع هذا الحل، في منع مبادرات التقارب بين الأطراف السورية، حتى يعني عقلية حزب البعث والعقلية الموجودة في دمشق هي تريد إرجاع سوريا، أو تفكر أو تعتقد أن بإمكانها الرجوع إلى قبل عام 2011، لكن نعتقد أن هذا شبه مستحيل، كون يعني هناك تغيرات في بنية المجتمع السوري حصلت، ويعني التدخلات التي حصلت الإقليمية والدولية، وأيضا يعني حالة المجتمع السوري، الانشقاق الذي حصل في المجتمع السوري، الاصطفافات المختلفة، يعني التوترات التي حصلت، كل هذا يعني يحتاج فعلا إلى مراجعة كبيرة من قبل حكومة دمشق لرؤيتها، لمقاربتها، يعني أولويات أو للمعايير الوطنية السورية. يعني أعتقد وتعتقد أيضا الإدارة الذاتية أن يعني الحفاظ على وحدة سوريا، على سلامتها، على أن تكون في الحاضنة العربية، أن لا تكون يعني تحت الضغط التركي أو الإيراني، طبعا كل هذه أولويات للإدارة الذاتية ولأي وطني سوري يعني يهمه استقرار سوريا وسلامتها. فنحن يعني في سوريا يعني أمام تحديات كبيرة، وما زلنا طبعا منها وجود الإرهاب وخلايا الإرهاب التي تنشط بين هنا وهناك، إضافة طبعا إلى الاحتلال التركي وإلى التوغل الإيراني في المفاصل الدولة السورية وأيضا الاحتلالات المختلفة. يعني المشهد السوري يتطلب فعلا مبادرات داخلية سورية كالتي طرحتها الإدارة الذاتية ومعظم الوطنيين السوريين. هذا يأخذنا أستاذ شيخو لمستقبل المصالحة الداخلية في سوريا، كيف يعني هذا الأمر يمكن أن يتحقق، يعني عقبات هذا الأمر؟ طبعا يعني الطريق الصحيح أو الذي نعتقده أنه الطريق الصحيح، وهو أن يكون هناك حوار داخلي بين الأطراف السورية، طبعا بالتوازن والتوافق مع القوى التي تريد الاستقرار والوحدة السورية وسلامة أراضيها. يعني ومؤخرا التفاعل العربي مع سوريا، نعتقد أنه في هذا المنحة في حماية وحدة سوريا وسلامة أراضيها أمام التدخلات الإقليمية والدولية. لكن في نفس الوقت نحن نعلم أن هناك قوتين عالميتين موجودتين في سوريا،
وهي روسيا وأمريكا، ويعني تزايد الاحتكاك بينهم في سوريا ظاهر في الأيام والأسابيع الأخيرة نتيجة طبعا الخلاف على أوكرانيا والحرب الدائرة هناك. يعني الحل في المدى المنظور يعني أعتقد أنه بعيد، لكن لابد يعني كقوة وطنية سورية كرؤية أو كتحليل أن نقول أن الطريق الصحيح هو يعني الحفاظ على وحدة سوريا، التقيد بالأسس والمبادئ الوطنية السورية التي يعني على أولوياتها حماية وحدة أراضي سورية، مواجهة الاحتلال، مواجهة خلايا الإرهاب وداعش وجبهة النصرة. كل هذه الأمور يعني تشكل عوامل ضغط على كيان الإنسان السوري، إضافة إلى الأزمة الإنسانية التي لا بد من معالجتها. يعني موضوع اللاجئين موضوع كبير، أيضا موضوع المعتقلين، كون يعني الكثير من الدول المحيطة بسوريا ومع يعني تدهور الاقتصاد مع تداعيات الحرب الأوكرانية، يعني هناك ضغوط كبيرة على السوريين سواء كان في لبنان في أردن في العراق في تركيا، حتى أن تركيا تقوم بالإرجاع القسري للاجئين السوريين ووضعهم تحت رحمة الفصائل الإرهابية تحت رحمة جبهة النصرة، إضافة إلى أن يعني بعض الدول يعني تفكر أيضا في أن تتخلص من هذا العبء اللاجئين السوريين. طبعا كل هذه التحديات تشكل معطيات للحالة السورية الحالية، بالإضافة يعني إلى العقليات السائدة في سوريا أو يعني نقل المعارضات المختلفة التي يعني أصبح جزء منها حاملة لأجنيات الإقليمية والدولية في حالة بعيدة عن المعايير الوطنية السورية، لكن ما زال يعني أعتقد أن هناك فسحة ومجال في أن يكون الطريق الصحيح هو يعني التقاء الأطراف السورية المختلفة وتوحد حول وحدة سوريا حول سيادتها. بالطبع هو الطريق الصحيح ولا يصح غيره طريق. الحقيقة طبعا ضيوفنا الكرام هنستأذنكم فاصل قصير وسنعود إن شاء الله لمتابعة حلقة اليوم من القاهرة. مشاهدينا بدوري أيضا أستأذنكم في هذا الفاصل القصير وسنعود إليكم مرة أخرى. مرة أخرى بنعود لحضراتكم ومرة أخرى نجدد الترحاب عليكم كل السادة المشاهدين في الجزء الثاني من حلقتنا اليوم من برنامج من القاهرة، وبجدد الترحاب بالدكتور كرم سعيد الباحث بمركز دراسات الأهرام وأيضا الأستاذ أحمد شيخو الكاتب الصحفي السوري. دكتور كرم، يعني رفع أسعار الفائدة طبعا هذا الخبر الذي توصلنا إليه في الخميس الماضي حيث أنه وصل تقريبا ل 17.5% وهي المرة الثانية في الشهر الثاني على التوالي. كيف تجد هذا الخبر وما صدى هذا الخبر اقتصاديا على تركيا وعلى الأموال التي مفترض أنها تتدفق إلى سوريا إلى تركيا؟ شوف الحقيقة أني مسألة رفع سعر الفايدة للمرة الثانية على التوالي في غضون أسابيع قليلة بيكشف عن عدة مؤشرات. أول هذه المؤشرات هو مرتبط بالتحول، إحداث تحول جذري في السياسة النقدية والمالية التركية، خاصة أن السياسات التي اتبعها أردوغان طوال السنوات الماضية والمتعلقة بخفض سعر الفايدة، وباعتبار أن تخفيض سعر الفايدة هو الخطوة الاستراتيجية الأهم لإصلاح الاقتصاد، هذه السياسة باتت فاشلة ولم تحقق المرجو منها. المؤشر الثاني هو أن أردوغان بات بعيدا عن رسم السياسة النقدية المالية،
بعدما كان هو المتحكم في مفاصل البنك المركزي، وقبل انتخابات 2023 كان جرى تغيير أكثر من محافظ للبنك المركزي، والرئيس التركي هو واحد وكان من يرسم السياسة النقدية المالية. اليوم المشهد بات متغيرا، لأن في الحقيقة كانت من ضمن اشتراطات وزير المالية التركي الجديد محمد شمشيك و السيدة حفيظة محافظة البنك المركزي، كان من ضمن اشتراطاتهم هو ضرورة تخلي الرئيس أردوغان وابتعاد الرئاسة التركية فيما يتعلق برسم السياسات المالية والنقدية. ويبدو أن التدهور الحادث في الاقتصاد التركي على مدار السنوات الماضية، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة وكشف عنها تدهور سعر الليرة اللي اتخصت أكثر من 80% من قيمتها، ارتفاع أرصدة الديون الخارجية، ارتفاع معدلات البطالة، وصول مستويات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، والحوافز الاقتصادية التي قدمها الرئيس التركي عشية انتخابات مايو الماضي لم تكن في الحقيقة أكثر من رشوة انتخابية. عندما تأجل استحقاقات وأقساط على المواطنين للبنوك، تقديم الغاز بالمجان للمواطنين، اليوم الرئيس التركي والحكومة التركية رفعت أسعار البنزين ورفعت أسعار السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن التركي، وهذا ما أثر بشكل كبير على مستويات المعيشة للمواطنين الأتراك. وبالتالي رفع سعر الفائدة هو مؤشر على أن تركيا تسير في اتجاه السياسات الاقتصادية التقليدية المعمول بها عالميا. الأمر الثالث فيما يتعلق بمستوى رفع سعر الفائدة هو رسالة للقوى الاستثمار الخارجي بأن تركيا ماضية في اتباع سياسات جديدة، وأن السياسات التقليدية التي تبناها الرئيس أردوغان لم تعد قائمة، وهذا الأمر مرتبط بمحاولة جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للأسواق التركية. خاصة كما ذكرت في البداية أن جانب واسع من الأموال من الاستثمارات الأجنبية هربت من تركيا. حتى بالمناسبة عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، جانب واسع من الاستثمارات الغربية كان متوقع أن ينتقل من روسيا إلى تركيا، كان هناك تردد كبير في انتقال هذه الاستثمارات إلى تركيا، بل هذه الاستثمارات بحثت عن ملاذات بديلة، صح كان منها تركيا لكن لم تصل إلى المستويات التي كانت متوقعة بفعل السياسات الاقتصادية التي كان متبنيها. إذن قرار الاستثمار في تركيا أصبح أمر لابد أن يدرس جيدا في هذه الفترة تحديدا، من طبعا من الجانب من أي جانب أجنبي يريد أن يستثمر في تركيا أصبح الأمر يستدعي الكثير من الدراسة. هو مش فكرة استدعاء كثير من الدراسة، كما ذكرت أن محاولة الحكومة التركية العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية والاتجاه إلى رفع سعر الفائدة هو محاولة لإعادة جذب الاستثمارات الأجنبية. مسألة الاتفاقيات كمان اللي وقعها الرئيس التركي ومحاولته في الجولة الخليجية، استعادة استثمارات كبيرة من الخليج والحصول على أموال سواء في شكل منح أو قروض. دعني أسأل أستاذ شيخه هذا السؤال، أستاذ شيخه فيما هو متعلق طبعا بهذا القرار والذي جاء في أعقاب هذه الجولة التركية الخليجية، هل استطاع بالفعل أردوغان أن يكون جاذبا للأموال الساخنة التركية الخليجية؟ هل نستطيع أن نقول أن رجع إلى تركيا وفي جعبته الكثير مما هو إيجابي في هذا الملف؟ أولا الاقتصاد التركي يعاني من أزمة حادة، لكن يجب أن نعلم أن الأساس في هذا الانهيار هو بقناعتي الحرب التي تخوضها تركيا ضد الشعب الكردي سواء كان داخل تركيا أو في شمال سوريا أو شمال العراق، الحرب المستعرة التي تستخدم فيها الدولة التركية كل أنواع الأسلحة والطائرات والمدافع وحتى استعمال القنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية، هذه الحرب تشكل عبء كبير على الاقتصاد التركي، وبقناعتي هي السبب الرئيسي في تدهور الاقتصاد التركي، إضافة طبعا إلى السياسات التي اتبعها أردوغان سواء كان من نواحي التوسع أو تدخل في شؤون دول المنطقة أو دعم المرتزقة أو السياسات أو البرامج الاقتصادية التي كانت ترتكز إلى النظام الرجل الواحد التي أثبت الأيام فشل هذه السياسة. طبعا مع الانتخابات التركية تحاول الحكومة الجديدة أن يكون هناك تغير في هذا المنحى أو تحاول إعطاء انطباع عن التغير،
طبعا أردوغان جلب رئيس البنك لها جنسية أمريكية ووزير اقتصاد له جنسية بريطانية، وكان يعني يحاول أن يقول للاقتصاد الغربي أو الأوروبي أن هناك تغير في المنحى الاقتصادي. وهذا القرار الذي يعني صدر الخميس الماضي أيضا هو تأكيد تركيا على هذا المنحى. لكن أعتقد أن يعني الأوروبيين والأمريكيين أو الغرب بشكل عام ليس لديه ثقة بالاقتصاد التركي، وهذا ما جعل يعني محاولات تركيا بعد الانتخابات أن يكون هناك انفتاح في التعامل أو التبادل الاقتصادي والتجاري مع الدول الأوروبية وتحسين الاقتصاد غير مجدي. ولذلك يعني أردوغان ووزير الاقتصاد ويعني الحكومة التركية حاولت أن تستدير نحو الدول الخليجية في كون هذه الدول دعمته قبل الانتخابات بأموال ساخنة وودائع أسهمت في يعني رفع شعبيته نوعا ما، تحسين اقتصاد النسبي. لكن بالوضع الحالي أو الجولة الحالية أعتقد أن الدول الخليجية يعني لهم اشتراطات، لهم شروط، ليس من السهل أن يحصل أردوغان على ما يريد. ربما يعني هم عقدوا اتفاقات ويحصل على بعض ما يصبو إليه، لكن أعتقد هناك يعني اشتراطات من الدول الخليجية، إن كانت اقتصادية إن كانت أيضا سياسية تتعلق بدعم تركيا للإخوان المسلمين أو لتدخلاتها في دول الإقليم. يعني المنح الاقتصادي والسياسي والأمني أيضا أعتقد أن الخليجيين يعني ركزوا عليه، إضافة إلى أن يعني أعتقد ويعتقد كثيرين المراقبين للشأن التركي أن يعني الانهيار الحاصل في الاقتصاد التركي أو تداعيات هذا الانهيار ليس من السهل أن يتم تداركه بوجود حزب العدالة والتنمية. وأعتقد يعني الاتفاقات التي تم اتفاقها مع السعودية أو الإمارات أو قطر ربما تساهم في تحسين نسبي لكن غير كافية وغير مجدية على المدى الطويل أو المدى المتوسط في حل الأزمة الاقتصادية التركية، في كون يعني الاقتصاد التركي يحتاج إلى يعني إعادة هيكلة، إعادة بنية، أيضا إلى حل الأزمة الرئيسية التي قصدتها، وهو يعني البدء بتحقيق الاستقرار الفعلي في تركيا وفي المنطقة. يعني لا يمكن أن يكون دولة تدعم أكثر من 100,000 مرتزق في سوريا وليس لديها أزمة اقتصادية، يعني إضافة إلى دولة تخوض حرب بكل أنواع الأسلحة وأن لا يكون لديها يعني أزمة اقتصادية. تحاول تركيا يعني إعطاء انطباع أنها يعني تود تصفير المشاكل أو البحث عن سياسات جديدة، لكن يعني أعتقد أن المراقب للسلوك الفعلي التركي يؤكد أن تركيا ما زالت يعني في عديد من سياساتها الماضية ربما لها يعني خطوات تكتيكية في محاولة لجذب الاستثمارات الخليجية والتعاون. هنا لابد أن نتحدث عن الجرائم التي ارتكبتها تركيا بحق السوريين. دكتور كرم، يعني الجرائم لم تقتصر فقط على قتل الأبرياء أو تشريد المئات بل الألاف منهم وتهجيرهم وما إلى ذلك، الأمور لم تقتصر على هذا بل أيضا تعدت لسرقة ثروات وسرقة المياه ومنع أيضا مناطق سورية من وصول المياه إليها. فعلى ما أعتقد أن هذا الأمر يعني بات شيئا مزعجا للغاية، كيف يمكن مقاضاة النظام التركي على هذه الجرائم؟ يعني في الحقيقة قبل الإجابة على السؤال ده أنا يعني أضيف لي كلام الأستاذ أحمد فيما يتعلق بمسألة الاقتصاد التركي والمنح والاستثمارات الخليجية في تركيا. أتفق تماما مع أن كان الرئيس التركي كان يطمح إلى الحصول على أموال سائلة تودع في البنك المركزي التركي على غرار ما فعلت السعودية عندما أودعت 5 مليار دولار في كوديعة في البنك المركزي التركي. الحقيقة أن الإصرار الخليجي على رسم العلاقات الاقتصادية التركية الخليجية في إطار الاستثمارات بيكشف على أن ما زال هناك العديد من القضايا الخلافية والملفات الشائكة ما بين تركيا والخليج، لكن هذه الملفات مستترة خاصة بعد ما تم تسوية الملفات التي كانت أكثر ظهورا وفي الصدارة منها قضية جمال خاشقجي ويعني الإهانات التي كانت مستمرة من تركيا للإمارات. تم تصوير وما زالت إلى الآن جمال خاشقجي الملف مفتوح إلى الآن. تم تصوير هذه القضايا لكن تبقى ملفات عميقة تمثل قضايا خلافية في العلاقات التركية الخليجية، سواء بقى التقارب التركي مع بعض الأطراف اليمنية المناهضة للتحركات السعودية الإماراتية التي تستهدف إحداث تسوية سياسية في اليمن، التدخلات العسكرية التركية في الشمال السوري والإصرار على إعادة
رسم الديموغرافيا في شمال وشرق سوريا، في حين أن الدول الخليجية هي من الدول التي تستهدف الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية تضمن مشاركة كل الأطراف المحلية في نظام سياسي جديد. أتصور أني أيضا هناك قضايا خلافية فيما يتعلق بالتحركات التركية في المنطقة، وعلى رأسها الإصرار على عسكرة الخليج من خلال دعم القواعد العسكرية التركية الموجودة في قطر. هناك يعني تحركات تركية في الصومال تستهدف المصالح السعودية والإماراتية في مناطق شرق أفريقيا. كل هذه لا تزال قضايا خلافية، وربما يعني من خلالها تفسير حرص الخليج على رسم العلاقات التركية الخليجية. سؤالي لحضرتك يا فندم، هل يمكن محاسبة أردوغان على هذه الجرائم؟ فيما يتعلق بهذا الأمر، أتصور أني هناك يعني آليات كثيرة يمكن من خلالها وقف أو لجمة هذه التحركات التركية. التحركات التركية فيما يتعلق ب لا تقتصر فقط على ملف المياه، وإنما هناك محاولة تعريب أو إعادة رسم الديموغرافيا في مناطق شمال وشرق سوريا، ملف المياه في سوريا، في شمال العراق، بناء السدود على نهري دجلة والفرات. صار أنها كلها قضايا يعني خطيرة وتسبب أضرار كبيرة للمواطنين سواء في سوريا أو حتى في شمال العراق، وبالتالي يمكن التحرك دوليا سواء على مستوى الهيئات الدولية المنوط بها نظر مثل هذه القضايا، أو يعني هذا الأمر يستلزم في الحقيقة توحيد الجهود السورية لضرورة وقف هذه الأعمال التي تقوم بها تركيا، باعتبار أن هذه الجرائم لا تنعكس فقط على يعني المواطنين في شمال سوريا، وإنما ستمتد إلى كل المواطنين سواء في سوريا أو العراق أو الدول التي تملك تركيا مفاتيح بعض المجاري المائية التي تغذي هذه الدول وتحديدا دجلة والفرات. نعم أستاذ شيخون، يعني هناك فصائل في المعارضة التركية حذرت من أن هذه الجولة الخليجية ستتضمن يعني تنازل أردوغان عن بعض أو تقديم التنازلات فيما هو متعلق بهيمنة تركيا أو سيادتها على بعض الموارد والمناطق وما إلى ذلك، مقابل بالطبع الأموال الخليجية التي يعني ستساهم في إحداث طفرة في الاقتصاد التركي. كيف ترى هذه التقارير؟ كيف يمكن تقييم هذه الرؤية أستاذ شيخون؟ يعني لو سمحت لي بس موضوع المياه برضو عايز أضيف كلمتين. طبعا لأنه أحد المواضيع المصيرية للشعبين السوري والعراقي، يعني في السنوات الأخيرة نتيجة حالة الضعف الحاصلة في سوريا أو في العراق عمدت تركيا إلى قطع المياه، وطبعا المياه هي أحد أسباب الحياة في مدن سورية وفي عراقية كثيرة، يعني في مدينة رقة، في دير الزور، وأيضا في الأهوار العراقية وفي كثير من الوسط العراقي. يعني انعدمت الحياة وتنعدم بسبب قطع تركيا يعني كميات المياه التي من المفروض أن تطلقها كحصد سوريا والعراق. طبعا هذه تشكل فعلا يعني صعوبة وضغط كبير على الشعب السوري والعراقي. هناك بعض من التحركات لكن غير كافية، يعني من الجانب العراقي والجانب السوري مطالب بأن يكون هناك مواقف حادة، خصوصا أن تركيا عمدت حتى إلى يعني تعطيل محطة علوك للمياه التي تزود حوالي أكثر من 1 مليون شخص سوري في مدينة الحسكة، وخصوصا يعني في أيام الحر التي حاصلة. هناك فعلا يعني ضغوط كبيرة بسبب المياه على الحياة في هذه المناطق، فلا بد من أن يكون هناك موقف. طبعا عن سؤال حضرتك، يعني المعارضة التركية أشارت وتشير مرارا إلى أن السلطة التركية يعني مستعدة أن تتخلى عن كثير من الموارد الاستراتيجية التركية في مقابل أن تبقى هذه السلطة في الحكم وتحسن صورتها الاقتصادية. طبعا هناك أنباء عن تركيا يعني مستعدة لبيع ميناء مرسين وأيضا موانع أخرى، بالإضافة إلى عدد من المطارات والمعامل، حتى ان يعني اثناء الانتخابات قال يعني احد او زعيم المعارضه التركيه انه عندما لو يعني نجح في الانتخابات كان سوف يؤمن معمل او شركه الدبابات التي باعتها تركيا لقطر. يعني ما اود قوله ان يعني فعلا هناك محاوله تركيه لبيع الموارد او يعني بعض من المؤسسات للدولة التركية الاستراتيجية للشعب التركي إلى هذه الدول،
لكن هذه سوف تشكل يعني ضغوط كبيرة على حزب العدالة والتنمية، وخصوصا هناك انتخابات بلدية قادمة، ويعني الذهاب تركيا في هذا المنحة سوف يشكل ضغط ونقطة ضعف كبيرة لأردوغان. لكن في نفس الوقت يعني الدول الخليجية لا تعطي هبات أو لا تعطي منح كما هي السابق، بل في السنة الأخيرة يعني ما رأيناه في تفاعل أو تعامل الاقتصاد للدول الخليجية مع الدول العربية ومع المحيط، أنها يعني تريد أن يكون هناك سياق للتعامل الاقتصادي عبر أشبه إلى سياق البنك النقدي الدولي، أو أن يكون هناك يعني ضمانات لهذا التعامل الاقتصادي، كون يعني نعلم يعني حالة الضعف الموجودة في الاقتصاد التركي، حالة عدم الثقة، ومهما يعني حاولت هذه السلطة تغيير هذه الصورة أو محاولة تحسين الاقتصاد النسبي، لكن يظل المؤشرات الاقتصادية تدل أن هناك يعني حالة عدم ثقة في هذا الاقتصاد، ويعني محاولة تركيا للقفز فوق يعني حل الأزمة الاقتصادية بشكل كبير تجعلها تضطر إلى هذه يعني عمليات البيع أو التنازل عن بعض الموارد الاستراتيجية التركية، وهذه سوف تشكل يعني نقطة ضعف وضغط كبيرة على السلطة في تركيا. يعني تداعيات ذلك أستاذ شيخون، إذا حدث هذا بالفعل كيف سيكون تداعياته على المنطقة، يعني على طبعا السياسة الداخلية في سوريا عفوا في تركيا؟ طبعا الداخل التركي بعد الانتخابات يعني رأينا أن هناك حصل انقسام تام في المجتمع التركي، يعني حوالي نصف الأتراك لا يؤيدون أردوغان وسلطة أردوغان، ونعلم يعني أن الدولة أو الرئيس التركي نجح في هذه الانتخابات نتيجة عوامل عديدة، منها أنه يعني امتلك كافة المؤسسات الدولة التركية وسيطر عليها مدة 20 سنة، والآن يعني عدم قدرة الحكومة الحالية على حل الأزمة الاقتصادية لا شك سوف يكون يعني تدني في رصيدها ضمن المجتمع التركي. بالمقابل يعني هناك أطراف معارضة يعني تركز على هذا الجانب الاقتصادي وتحاول أن تبين أن هناك محاولة من هذه السلطة للتهرب أمام الاستحقاق الاقتصادي عبر يعني محاولات ربما لن تجدي نفعا. يعني يحاول أردوغان مع الدول الخليجية حتى مع الأوروبيين والأمريكيين وحتى يعني استمرار العلاقة مع الروس، كل هذه العلاقات لم تسعفه إلى حد الطمأنينة، وما زال يعني في حالة طور البحث عن المزيد من الأموال وتحسين الوضع الاقتصادي التركي. لكن كما ذكرت يعني هناك أوضاع داخلية، هناك يعني حالة عدم وجود الديمقراطية داخل تركيا، والتي أشار إليها طبعا حتى تقرير البرلمان الأوروبي قبل يومين عندما قال أردوغان أنه يريد أن ينضم للاتحاد الأوروبي بمقابل أن يوافق على ضم السويد. لكن يعني تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا لعام 2022 أشار إلى أن هناك يعني ما زال هناك عديد من التحديات أمام تركيا، كون هذه السلطة يعني تتجاوز كل ما يسمى حقوق الإنسان أو يعني مفاهيم حقوق الإنسان أو الديمقراطية. بالتالي يعني هناك أزمة حقيقية في تركيا في جانبها الاقتصادي هي ظاهرة بشكل كبير، لكن هناك أزمات حادة ضمن حقوق الإنسان، ضمن الديمقراطية، ضمن المفاصل الداخلية للمجتمع والدولة التركية بشكل عام. دكتور كرم، موقف أردوغان من الدول الخليجية ومحاولة كسب ودها لا يختلف كثيرا عن موقفه من مصر، حيث أن هناك كما تعلم رفع لمستوى التمثيل الدبلوماسي ما بين مصر وتركيا. كيف استطاعت مصر أن تروض هذا النظام التركي؟ شو الحقيقة أن العلاقات المصرية التركية لم تنقطع منذ العام 2013، لكن ما حدث هو تم تخفيض مستوى العلاقات إلى درجة قائم بالأعمال. الدولة المصرية تعاملت مع كل الإجراءات التركية والانتهاكات والتجاوزات ضد الدولة المصرية بتريث كبير وبحكمة سياسية وبنفس طويل، لأن الدولة المصرية كانت تركز دائما على المصالح البراغماتية التي تتقاطع أو تهم الدولة المصرية، ولا تذهب بعيدا في الخطابات الاستعراضية كما كان يحدث من قبل الأتراك. وبالتالي كانت هناك يعني رؤية مصرية في هذا الأمر ترتكز على عدة محاور، أولها هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا مبدأ مصري مهم. الأمر الثاني هو ضرورة وقف العبث التركي
في الإقليم والالتزام بالقواعد القانونية الدولية في هذه السياقات. يعني في منطقة الشرق المتوسط ليس هناك خلاف مصري تركي كبير في مسألة الشرق المتوسط، وعندما وقعت مصر اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان في 2020 رعت الاعتبارات البحرية لتركيا، لكن في نفس الوقت كانت مصر دائما تطالب ضد أي تحركات تركية في الشرق المتوسط لا تتوافق مع القواعد القانونية الدولية المعمول بها، سواء في تعيين الحدود البحرية أو في مسألة التنقيب عن الطاقة. ودائما كانت مصر تطالب بضرورة التزام تركيا بنصوص القانون الدولي المعمول به منذ العام 1981، وهذا القانون الذي هو يحدد مسألة تعيين الحدود البحرية. الأمر الثالث أن مصر كان بتنظر إلى الدولة الليبية باعتبارها عمق استراتيجي للدولة المصرية، وبالتالي كان هناك موقف مصري واضح من رفض أي تحركات عسكرية تركية في الداخل الليبي، ووقفت ضد العناصر المتشددة والجماعات المتشددة التي كانت على علاقة بتركيا في الغرب الليبي. ومصر كانت دائما تدعم السلطة الوطنية الليبية ودعت إلى حل سياسي يضمن مشاركة كل الأطراف المحلية في الداخل الليبي. وبعد محاولات تركية لدعم غرب ليبيا سواء حكومة السراج أو حكومة الدبيبة، ومع تأكد تركيا بأنها لن تستطيع أن تتخذ خطوة في ليبيا بعيدا عن المقاربة المصرية التي تضمن الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وإنتاج سلطة سياسية تتشارك فيها كافة القوى الليبية، كان الانعطافة التركية باتجاه توسيع مساحات التفاهم مع القاهرة، وشفنا ده في المحادثات الاستكشافية اللي جرت في 2021 في مايو وسبتمبر، ثم تغيير الخطاب التركي جملة وتفصيلا تجاه القاهرة، سواء بترحيل بعض المنصات الفضائية التي كانت تعادي القاهرة أو بإلزام حتى القائمة منها حتى هذه اللحظة بميثاق الشرف الإعلامي، أو توقيف عناصر من جماعة الإخوان المسلمين. طبعا الحفاظ على ورقة الإخوان في تركيا في تقديري هذا ملف كبير ووقتنا دكتور كرم لا يتسع، ولكن سؤال في عجالة أستاذ شيخو، يعني في أقل من دقيقة، هذا التقارب المصري التركي وتأثيره على الملف السوري كيف ترى سريعا؟ طبعا يعني تركيا تحاول استدارة في نوع ما، لكن ما زال كما ذكر أستاذ كرم ما زال هناك ملفات عالقة، ربما يعني بعد التحسن النسبي سوف يكون هناك نقاش أكثر بين الأطراف الإقليمية مع الطرف التركي حول ملفات إقليمية منها ملف السوري، لكن كيف سوف يتجاوز الجانب التركي هذا يتوقف على يعني الجانب التركي، كون يحاول يعني الجانب التركي استعمال أو استخدام وجوده في بعض يعني إيجابية هذا التقارب الشيخو يعني. سيكون مرهون على الجانب التركي، إيجابية التقارب وظلاله على المسألة السورية سيكون مرهون بالجانب يعني التركي. أول شيء يعني يرتبط بعاملين، أولا يعني قدرة الأطراف العربية على مناقشة هذه الأمور ولديها أوراق ضغط و عوامل ضغط، إضافة إلى أن الجانب التركي أيضا يحاول أن يعني يستخدم وجوده في بعض الملفات كأوراق ضغط وأوراق تفاوض مع الدول العربية، يمكن يعني أن يكون هناك بعض التأثيرات الإيجابية إن يعني فعلا كان هناك نية من الطرف الآخر في التجاوب مع الشروط والمطالب العربية المحقة يعني. نعم، أشكركم شكرا جزيلا أستاذ أو دكتور كرم سعيد الباحث بمركز دراسات الأهرام، وأيضا الأستاذ أحمد شيخو الكاتب الصحفي السوري، شكرا لكما، كنتما ضيفان عزيزان على برنامج من القاهرة، وأشكر أيضا كل من شاهدنا في حلقة اليوم من برنامج من القاهرة. لقاؤنا يتجدد معكم بمشيئة الله.